لكم في قناة تكس تراكس. ايفون 11 بعد استخدام 7 شهور، هل يستاهل وهل هو افضل ولا الايفون 10S او 10S ماكس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ولو انت جديد هنا وعايز تتابع وتعرف كل ما هو جديد في التكنولوجيا، اشترك في القناة وفعل الجرس. أبل أصدرت الآيفون 11 في سبتمبر 2019، ومن ساعتها وهو أكتر تليفون مبيعاً على مستوى العالم، وده بسبب أدائه وسعره، وهنقيمه من حيث التصميم والأداء والكاميرا. أولاً هنتكلم عن التصميم. آيفون 11 بيتميز بتصميم عصري، شاشة كاملة بحجم 6.1 بوصة من نوع IPS، ويمكن ده يعتبر عيب إنه مش شاشة OLED زي الآيفون 11 برو والبرو ماكس، فمش هتعرف تشوف محتوى HDR مثلاً على نتفليكس. النوتش واللي بقت أبل بتتميز بيها مع الوقت بتتعود عليها ومش بتعمل مشكلة، وموجود فيها الفيس اي دي او بصمة الوجه اللي بقت اسرع بكتير قوي من الجيل السابق، وكمان بتحتوي على الكاميرا الأمامية وهنتكلم عن أدائها كمان شوية. الشاشة رغم إنها IPS لكن سطوعها في ضوء الشمس كويس جدا، وبتقدر تشوف أي محتوى بوضوح. التليفون في المجمل خاماته من الزجاج وبإطار ألومنيوم، والتليفون حقيقي بريميوم. من الخلف التليفون بيحمل كاميرتين، كاميرا أساسية والكاميرا التانية اللي هي الألترا وايد، وهنتكلم عنهم برضو كمان شوية. التليفون مفهوش أوديو جاك، وده لأن الاعتماد دلوقتي على السماعات اللاسلكية، رغم إن بيجي معاه سماعة داخل العلبة وجودة صوتها جميلة جدا. السماعات او السبيكرز هي اللي موجوده في الايفون برو والبرو ماكس، وصوتها حلو جدا، وهم عباره عن سماعتين جنب مدخل الشاحن، ودي نقطه تحسب للتليفون ان سماعاته نفس سماعات التليفونين اللي بيعتبروا فلاجشيب. زراير التليفون متينه وبرده بتحسها بريميوم وبتبان قوي وانت بتضغط عليها. التليفون بيحتوي على بطاريه بسعه 3110 ملي امبير اللي بتدعم الشحن اللاسلكي، ولكن ادائها بيستمر يوم مع الاستخدام الشاق او يمكن اليوم ونص مع الاستخدام العادي، وكفاءتها بعد 6 شهور 95%. مع الاخذ في الاعتبار لو انت من مدمني الالعاب ممكن الكفاءه تبعد، وده بفضل معالج ابل A13 بايونيك اللي بيدي قوه في الاداء مع توفير للطاقه بشكل كبير جدا. ومن هنا بننتقل لنقطه ثانيه وهي الاداء. اداء الايفون من الحاجات اللي ما عليهاش خلاف في انسيابيه فتح وقفل البرامج والتنقل بينها، والحقيقه معالج ابل الـ A13 بايونيك من اقوى المعالجات الموجوده حاليا ان لم يكن اقواهم، وطبعا الالعاب هي الحاجه اللي بتبين اداء التليفون وانه ازاي ما بيهنكش او بتحس ان الفريمات بتاعه اللعبه قلت، وطبعا الناس الجيمرز عارفين ان الاستجابه السريعه بتدي لك متعه في اللعب. تالت حاجة الكاميرات. الكاميرا بقت من اكتر الحاجات اللي بتنجح اي تليفون. ناس كتير ممكن تتغاضى عن عيوب في تليفون معين لو الكاميرا بتاعته كويسة، ومع الايفون 11 واللي بيحتوي على كاميرتين، كاميرا اساسية 12 ميجا باكسل بفتحة عدسة 1.8 ومثبت بصري او Optical Image Stabilization، والكاميرا التانية الالترا وايد 12 ميجا باكسل. والحقيقة ابل عملت نقلة كبيرة جدا في موضوع الكاميرا، وعرفوا ازاي يحسنوا السوفت وير بحيث ان جودة الصور تطلع اكتر من رائعة، مع وضوح الالوان وقد ايه هي زاهية وفي نفس الوقت طبيعية. الكاميرا الالترا وايد كمان جودتها كويسة جدا، الصور البورتري كمان جميلة جدا، والعزل فيها بيرفكت. عيبه انك ما تقدرش تحدد ايه اللي تعمل عليه فوكس. تصوير الفيديو في الايفون 11 من الحاجات اللي اتطورت جامد، وممكن تصور فيديوهات 4K لحد 60 فريم بير سكند، وكمان تصوير السلو موشن حلو جدا في التليفون. الكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا بقدرة 12 ميجا باكسل وفتحة عدسة 2.2، وكمان تقدر تصور بيها 4K وبرضو لحد 60 فريم بير سكند، والصور بيها جودتها كويسة في الإضاءة العادية، وتقدر تعمل بيها بورتري وكمان فيها تصوير وايد انجل. ايه عيوب التليفون؟ انا شايف عيبين اساسيين. اولا الشاشة مش OLED، ثانيا انه بالرغم من انه بيدعم الشحن السريع الا ان الشاحن اللي بيجي في العلبة شاحن غير سريع ولازم تشتريه من ابل بحوالي $60، والعيبين دول بنلاقي عكسهم في تليفونات بحوالي $100 أو $150، لكن الحلو ما يكملش. في النهاية لو انت محتار تجيب التليفون ده او الـ 10S ماكس او الـ 10S، انا ارجح الايفون 11 لثلاث اسباب اساسية: كاميرا متفوقة بمراحل، معالج قوي واللي بيؤدي الى استهلاك بطارية اقل. لو الفيديو عجبكم من فضلك اعمل لايك وشير. شكرا.